سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نحمل السيف أيدينا ولا حنجرا ولا بندقية غير إنا عزم نسير كعزم الله في دربنا ونمضي نضية نتحدى الأسطول في البحر والجحفل في البر بالحروب الجلية بهذه المعاني نجد روح الثورة السلمية تلك التي صدح بها شاعر الثورة أبو الأحرار محمد محمود الزبيري. لقد لامست تلك المعاني روح الشباب فكانت ثورتهم سلمية بالإيمان وواجهوا الطبيب محمد العزب 23 عاما من محافظة المحويد التي تلقى تعليمه الأساسي والثانوي فيها، ثم انتقل للعاصمة صنعاء ليكمل تعليمه في المعهد العالي للعلوم الصحية. انضم إلى الثورة السلمية بساحة تحدث عن الشهيد أستاذه ورفيقه في المعتصم الأستاذ يحيى. يعني النادرة فعلا، وكان الشهيد أيضا حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى. التي يعيش أبناء اليمن كان دوره بارزا داخل ساحة التغيير بصنعاء، هنا ينظم وهناك ينظف، يشارك بفاعلية في المسيرات، يتقدم الصفوف الأولى لأنه شجاع. هذا ما أكده لنا رفيقه في المعتصم وقريبه الأخ عبد الجبار. اللجان الأمنية، يعني في اللجان الأمنية لجنة النظام، هو كان يعني يشارك فيها، يعني هذا نشاط كان حتى كان عند يوم حادثة عند مناتي، فكان زملائه في اتجاه الجاكسي أنا كان ضرب، فهو أول ما سمع ضرب النار طوال انطلق إلى جهة الجاكسية. إن رفاقه وأقاربه فيها يرابطون، فهذا أبو الشهيد محمد يوفي بالعهد، فأفكار الشهيد باسترداد الحقوق أصبحت مائدة مناقشتهم، يسيرون نحو الهدف النبيل في التغيير، لا يملون أو يكلون
مهما كانت التضحيات وفراق الأحباب. قالوا ان شاء الله نغير ونغير بايدينا، نغير بايدي الشباب. ابو الشهيد الوالد محمد العزب ثقة بالله عظيمة وعزيمة واصرار نحو تحقيق الهدف رغم حزن الفراق الذي ظهر لنا كلما اقتربنا منها، حيث كان خبر استشهاد محمد بداية حكاية معه يرويها لنا.
أصيب. أختار الحمد لله سلامة دشي. كان والله قال إنه أصيب فيني. الآن دخل واحد سأل. اسمه ياسر مداري. على طول مشيت للمستشفى المداري أدور محمد. المستشفى الميداني كان اتصالات المدينة من أخي الأمين الكبير من والدة تصل اتصالات كبيرة جدا دورنا في الساحة كامل دورت في المستشفى الميداني مرة ثانية مرة ثالثة مشيت بعدين قعدنا للمغرب بعدين كان عندي ربما كنت خايف من شيء اكبر من هذا انه ياخذ البنات لي كان هذا خوفي الشديد جدا بعدين صرنا مستشفى اهلي ندور له ايضا انه كان في جرحى وكان في شهداء ايضا هناك اثنين كان في بعدين مستشفى مشينا لمستشفى اعزل ندور له ما حصلنا رجعنا للميدان لساحه التوقيت كان لي واحد وصل في هذا المكان بعد ما واحد ثاني كان أنا شفت مدير جرح بسيط وكانت الطلقة لي لقفة دخلت لقفة وخرجت من هذا المكان يعني حتى ما دخلت في عنده كان أنا شفته لما نزلت من لقفة من أنفه قلت إذا ما أقصد إن الرصاص كان عملية قبض مباشر وإذا الشهيد كان أمامي مباشرة كان يعني بدون ما هو سنك ابتسامته التي عرف بها قبل استشهاده. احبه اصدقائه الرفاق، واحبه هو بالاعمال بقلبه، ضحى بروحه ليسعد الاخرين. Allah'a emanet olun.
فرحين بيه ان الشهيد وصل امنياته.
الشهيد محمد يتأهب استعدادا لدخول القفص الذهبي. كان يحدث أصدقائه عن ذلك اليوم بشوق، ومن مذكرته الصغيرة كتب محاولة شعرية ربما لم يسعفه الوقت ليرسلها إلى خطيبته، حيث يقول بلهجته: أحبك يا ذهب نادر وفي الأعماق الخاطرة، مهما الوقت مزقنا على النسيان مش قادرة. الشهيد تطلق زفرات الحزن. فالشهيد كان متشوقا ليوم زفافه، لكن الأقدار كتبت له زفة من نوع آخر. لم يكمل معهم التطبيق العلمي. يؤكد لنا زميله محمد الذي رأى الشهيد في المنام بعد فترة من استشهاده. كان الشهيد محمد العزب من أعز القصيرة، فما عند الله خير وأبقى. هؤلاء الذين ذهبوا
آثاره بكل الأشياء، يتخيل أن الشهيد معه الآن. نحن قوم لا تحمل السيف أيدينا ولا خنجرا ولا بندقية، غير إنا عزم نسير كعزم الزاهين في دربنا ونمضي نضية. نتحدى الأسطول في البحر والجحفل، في البر بالحروف الجلية. بهذه المعاني نجد روح الثورة السلمية، تلك التي صدح بها شاعر الثورة أبو الأحرار محمد محمود الزبيري. لقد لامست تلك المعاني روح الشباب فكانت